السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرق عملية لصيام فعال ومؤثر. الإنسان يكون في نفسه وفي مخيلته صورة واضحة للنتيجة التي يرغبها من الصيام، ويمثلها لنفسه كما لو أنها تحققت بالفعل. عندها تدخل أيها الإنسان في حالات نفسية تساعدك على تحقيق النتائج التي تريدها. مثال ذلك حديث: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أبواب الجنة فتحت، يأتيك أيها الصائم من روحها ونعيمها ولذتها. عش مع هذه الصورة المتخيلة بعضا من الوقت، ثم انظر مقدار السعادة والبهجة التي تعم أجزاء ذاتك كلها. وهذا أمر مطلوب، ومن الحكمة أن يختار الإنسان معتقداته وتصوراته ومتخيلاته عن الصوم بوعي وإرادة. قد فتح لنا ديننا هذا المجال الواسع بتصورات ذهنية فعالة ومؤثرة تعين على أداء العبادات بشكل جيد ومفيد. ومن أمثلة ذلك قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين. أي أنهم أصبحوا في صورة متخيلة للذهن يرسم فيها بهجة الجنة وروعتها، أو عذاب النار وما فيها من عذاب وما فيها من ألم. الأسباب التي توصل الإنسان إلى هذا الأمر وإلى هذا النعيم هو بالصورة المتخيلة التي رسمها لنا الدين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن يحيى بن زكريا حديثا طويلا، قال فيه: إن الله أمركم بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفيها: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر فيها أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى وأثره وصورته في الذهن وكيف يكون. ومنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بأنه تفتح فيه أبواب الجنان، وأنه يباعد بين الإنسان والنار، وأنه حصن حصين. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. تخيل أنك تسكن في حصن يحصنك من النار ويبعدك عنها، فإن هذا يساعدك في الوصول إلى مرادك بإذن الله تعالى بطريقة فعالة ومؤثرة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.